السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي الطلبة في قناة أفكار في الرياضيات. معاكم الأستاذ إياد خميس نتيل، مدرس مادة الرياضيات. إن شاء الله في هذه الحلقة بدنا نشرح الجزء الثاني من الدرس الخامس، تطبيقات هندسية وفيزيائية. هنتكلم عن تطبيقات فيزيائية. طبعا احنا شرحنا تطبيقات هندسية، بتمنى تراجعوه وما تستعجلش في اغلاق الفيديو، صدقني او صدقيني رايحين تستفيدوا باذن الله تعالى. وانا كمان ان شاء الله هديكم اسئلة اثرائية، يعني لما انت تروح على الامتحان تكون مطمئن، واي سؤال حيجيك باذن الله تعالى على تطبيقات هندسية او فيزيائية تستطيع تحله وتاخد علامته الكاملة. فلنبدأ على بركة الرحمن. بيحكي لي إذا كانت فا تمثل إزاحة الجسم، تمام، ونون الزمن. طيب لما يطلب مني رقم واحد السرعة المتوسطة، هذه سهلة خدناها، هي عبارة عن متوسط التغير في المسافة. تتذكروها لما يطلب منك السرعة المتوسطة، ايش اتفقنا؟ اتفقنا هي متوسط التغير في المسافة، صح ولا لا؟ اللي هي عبارة عن دلتا فا على دلتا نون يساوي، ايش كنا نقول؟ فا نون 2 ناقص فا نون 1 على نون 2 ناقص نون 1، صح ولا لا؟ تمام. الآن رقم 2 لما يطلب مني السرعة اللحظية، لما يطلب منك السرعة اللحظية، السرعة اللحظية هي نفسها لما يطلب منك السرعة. بكل بساطة بدك تشتق المسافة، بدك تشتق المسافة. كيف يعني؟ أول حاجة السرعة اللحظية أو السرعة يرمز لها بالرمز عين، تمام. بدك تشتق المسافة بالنسبة للزمن، تمام. يعني لما أنا بديك فا نون بدك تشتقها بالنسبة للزمن، يعني هتقول لي دال فا دال نون، تمام. إذا معناته لما بدك تحصل على السرعة معناته بدك تشتق مين؟ المسافة. أي أن هذه مهم جدا، احفظ هالكلمتين هتلاقي الأمور بسيطة. أي أن السرعة هي المشتقة الأولى لمين؟ للمسافة، تمام. إذا معناته بيعطيني فا نون المسافة، اشتقها بالنسبة للزمن هتحصل على عين نون اللي هي عبارة عن المشتقة الأولى لمين؟ للمسافة، دال فا دال نون. الأمر بسيط. رقم 3 لما بطلب منك التسارع اللحظي، تمام، أو ممكن أسميه التسارع، تمام، ويرمز له تا. عشان احصل على التسارع اشتق السرعة، اشتقها السرعة كمان مرة حصير دال تنين فا على دال نون تربيع، طبعا اشتقتها انا بالنسبة للزمن، ممتاز جدا. اذا معناته بكل بساطة لما اعطيك المسافة اشتقاق بالنسبة للزمن، طلع هتقول لي اشتقاق بالنسبة للزمن هنحصل على مين؟ هنحصل على السرعة، تمام. طب السرعة اشتقها كمان مرة ايضا بالنسبة للزمن،
اشتقاق، اشتقاق بالنسبة لمين؟ للزمن. هنحصل على التسارع. ممتاز. إذا معناته المسافة لما أشتقها مرتين، طلع المسافة لما أشتقها يعني اشتقاق المسافة مرتين طبعا بالنسبة لمين؟ للزمن. هنحصل على التسارع. الأمر بسيط ومش معقد، بس محتاج شوية تركيز. تمام؟ تمام. الآن أيضا في عندي حاجة اسمها السرعة الابتدائية. تمام؟ طيب السرعة الابتدائية هي عبارة عن السرعة عندما الزمن يساوي صفر. سهلة صح ولا لا؟ طلع معايا. لما بطلب منك رقم 4، طلب منك تحسب السرعة الابتدائية. تمام. السرعة الابتدائية عين ومنحط صفر بهذا الشكل. تمام. طيب هي السرعة عندما نون تساوي صفر. معناته بكل بساطة لما بدي أحصل على السرعة الابتدائية، بكل بساطة بتجيب العين عندما نون تساوي صفر. تمام. الآن في عندي أيضا رقم 5 بيحكي لي إذا بدأ الجسم، تمام، حركته من السكون. إيش يعني؟ معناته السرعة الابتدائية هن بتساوي كام؟ صفر. معناته السرعة الابتدائية تساوي صفر. بتمنى هذا الكلام يكون واضح وما فيش فيه أي مشكلة. في عندي مثال 6 من الكتاب الوزاري. تحرك جسم على خط مستقيم بحيث إن بعده عن نقطة ثابتة واو يتحدد بالعلاقة فا يساوي نون تكعيب ناقص 9 نون تربيع زائد 7. معناته مدينا علاقة عبارة عن فا تساوي نون تكعيب ناقص 9 نون تربيع زائد 7. تمام. حيث أن فا بعده بالأمتار، نون بالزمن، طبعا بالثواني. جد رقم 1، السرعة المتوسطة للجسم في الفترة من 1 إلى 3. ما فيش أي مشكلة. معناته عشان نحل البند الأول هتقول لي نون 1 قيمتها 1 صح ولا لا؟ ونون 2 قيمتها 3. السرعة المتوسطة دلتا فا دلتا نون، يعني أول شغلة منجيب دلتا نون هي عبارة عن نون 2 ناقص نون 1، وهذا الكلام حيساوي 3 ناقص 1 يساوي 2. إذا حصلنا على دلتا نون قيمتها 2. ممتاز. الآن بدك تجيب دلتا فا. الآن حتحكي لي دلتا فا هي عبارة عن فا نون 2 ناقص فا نون 1. تمام. طيب نون 2 قيمتها 3 ناقص نون 1 قيمتها 1، طبعا هذه دلتا فا ممكن اسميها رقم 1. الان بدنا نجيب فا الثلاثة وين بعوضها؟ هي في العلاقة نون تكعيب، يعني حصير 3 تكعيب ناقص 9 مضروبة في نون تربيع يعني 3 تربيع. تمام. بعدين في عندي زائد 7. الآن هتقول لي 3 تكعيب 27 ناقص 3 تربيع 9 في 9 81 زائد 7. هتجمع هون هتقول لي 27 ناقص 81 زائد 7، النتيجة هتكون سالب 47. إذا فا 3 سالب 47. الآن منجيب له فالواحد يساوي، بنعوض 1 تكعيب، هتنعوض مباشرة 1 تكعيب 1 ناقص 1 تربيع 1 ضرب 9 9 زائد 7. تمام. الآن 1 ناقص 9 سالب 8 زائد 7 بضل سالب 1. إذا فالواحد سالب 1. الآن عوض في رقم 1، إذا هتقول لي دلتا فا تساوي،
فاء التلاتة سالب 47 ناقص فاء الواحد سالب 1، إذا هتلاحظ الجواب سالب 46، لأنه هتقول لي السالب في سالب موجب. تمام، إذا الآن بكل بساطة هتقول لي السرعة المتوسطة دلتا فاء على دلتا نون تساوي دلتا فاء سالب 46 دلتا نون، أوجدناها 2، إذا الجواب سالب 23. هيك إحنا أوجدنا السرعة المتوسطة، يعني تطبيق سهل وما فيش فيه أي صعوبة. نشوف البند الثاني إيش طالب. بالنسبة لرقم 2 بدك توجد له التسارع، تسارع الجسم عندما يعكس الجسم من اتجاه حركته. تمام، إذا لما الجسم بده يعكس من اتجاه حركته معناته أن السرعة بدها تتغير. تمام، لقيت الجسم مثلا، احنا بنقول مثال، مثلا الجسم طالع لأعلى، ها شايف، لما بده يعكس من اتجاه حركته معناته هيك بكون وصل لأقصى ارتفاع، صح ولا لا؟ معناته السرعة هان ايش حتكون؟ صفر. إذا عندما يعكس الجسم من اتجاه حركته، تمام، إذا السرعة تساوي صفر. إذا هستغل السرعة عندما تساوي صفر، ولكن علشان أنا أجيب السرعة لازم أشتق المسافة، تتذكر هذا الكلام؟ إذا الآن هتقول لي السرعة بدك تشتق المسافة دال فا دال نون، يلا اشتق، نون تكعيب حصير 3 نون تربيع ناقص 9 نون تربيع حصير 18 نون، وطبعا هنا السبعة بصير صفر. أيضا بدك التسارع، بدك مين؟ التسارع مش هو عبارة عن اشتقاق للسرعة؟ تمام، إذا هتقول لي دال 2 فا بعدين دال نون تربيع، هيك أنا بجيب التسارع، اشتق كمان مرة السرعة بتصير 6 نون ناقص 18. طب تمام، الآن لاحظ أنت السرعة هيها، تمام، واتفقنا لما الجسم يعكس، لما الجسم يعكس اتجاه حركته معناته السرعة بتصير صفر. تمام، إذا هستغل السرعة أسويها في الصفر علشان أحصل على الزمن، ومن ثم الزمن اللي بحصل عليه بعوضه في التسارع. إذا هقول له السرعة تساوي صفر، ليش؟ لأنه الجسم طلع عندما يعكس الجسم من اتجاه حركته، لما الجسم يعكس اتجاه حركته معناته السرعة تساوي صفر. وين بنعوض في السرعة؟ إذا مش هي السرعة، اتفقنا عين تساوي هيها 3 نون تربيع ناقص 18 نون، ارفع عين وحط لي صفر. تمام، اذا 3 نون تربيع ناقص 18 نون، تمام، الان حصير 3 نون تربيع ناقص 18 نون يساوي صفر. خد 3 نون عامل مشترك، حيضل نون ناقص 6 يساوي صفر، معناته إما 3 نون يساوي صفر يعني نون تساوي صفر، تمام، وهذه تهمل، تمام، وإما نون ناقص 6 تساوي صفر يعني نون تساوي 6. إذن يعكس الجسم من اتجاه حركته بعد مرور 6 ثواني. إذن الآن التسارع، بقول له التسارع بده يساوي 6 ضرب، بدل نون بنحط له 6 ناقص 18، 6 ضرب 6 36 ناقص 18، هتقول لي 18 متر لكل ثانية تربيع، وهو المطلوب. السؤال سهل ومش صعب، محتاج شوية تركيز. كل القصة انه الطالب يكون عارف المعلومة اللي انا حكيتها، امتى يعكس الجسم من اتجاه حركته عندما تكون السرعة تساوي صفر، بس يعني الامر بسيط. تمام، لذلك ان شاء الله يكون واضح وما فيش فيه اي مشكلة. نشوف مثال 7 من الكتاب الوزاري. الان بالنسبة لمثال 7 من الكتاب الوزاري، قذف جسم رأسيا الى اعلى من نقطة على سطح الارض بحيث يتحدد بعده عن سطح الارض بالعلاقة، فنون تساوي 20 نون ناقص 5 نون تربيع، فارتفاع الجسم نون الزمن بالثواني، جد رقم 1 أقصى ارتفاع يصل الجسم، رقم 2 سرعة الجسم وهو على ارتفاع 15 متر من سطح الأرض،
رقم 3 المسافة التي قطعها خلال الثواني الأربعة الأولى. ما فيش أي مشكلة، واضح جدا في أنا عندي سرعة، إذا بأشتق العلاقة اللي أعطاني إياها وبجهزها. هذه أول شغلة، إذا فاشتقها بدها تصير عين، صح ولا لا؟ تمام. اشتق العشرين نون، طبعا بالنسبة للزمن ضل 20 ناقص، تمام، 5 نون تربيع حصير 10 نون. طبعا التسارع ما فيش داعي اجيبه لانه اصلا مش موجود في المسألة، تمام. اذا الان انا جهزت السرعة. الان ركز معايا، لما بقول لي هي سطح الارض، تمام، بهذا الشكل، قذف جسم الى اعلى، تمام، بدنا طبعا رقم 1 نحسب اقصى ارتفاع يصل الجسم، معناته عند اقصى ارتفاع، تمام، السرعة ايش مالها؟ هتساوي صفر، اذا عين هتساوي صفر، اذا تمام، اذا العين اللي اوجدتها انا من الاشتقاق المسافة سويها في الصفر، يعني حيصير 20 ناقص 10 نون، سويها في الصفر واحصل على الزمن، ومن ثم عوض في فا، بتحصل على اقصى ارتفاع. سهلة الطريقة، هلا شو بدي اعمل؟ بما انه انا بدي احسب اقصى ارتفاع يصل الجسم، معناته عند اقصى ارتفاع السرعة بتصير صفر، اذا بستغلها، هيني اشتقيتها ومن ثم سويتها في الصفر، انقل لي السالب 10 من الطرف الايسر، معناته 10 نون بدها تساوي 20، بالقسمة على 10 معناته نون تساوي 2 ثانية، ممتاز. إذا معناته أقصى ارتفاع بده يصل إليه الجسم، عوض هيا في العلاقة، هتقول لي فا بدل نون بتكتب لي 2، وحيصير 20 ضرب 2 ناقص 5 مضروبة 2 تربيع، هتقول لي 4، ممتاز. إذا 20 في 2 40 ناقص 20، الجواب حيساوي طبعا 20 متر. هذا طبعا عبارة عن أقصى ارتفاع، أقصى ارتفاع يصل إليه الجسم. الطريقة سهلة وبسيطة وما فيش فيها أي مشكلة، هذا البند الأول. طيب البند الثاني، ركز معايا، بده سرعة الجسم وهو على ارتفاع 15 متر. طب ممتاز، طب احنا بنعرف أقصى ارتفاع 20 متر، تمام، طب بدنا احنا نعرف سرعة الجسم وهو على ارتفاع 15 متر، معناته فا نون في هذه الحالة هتكون 15. بكل بساطة شوف، بما انه دير بالك، بما انه طلب منك سرعة الجسم وهو على ارتفاع اقل من اقصى ارتفاع، ما فيش عندي اي مشكلة. إذا الآن بكل بساطة هتقول لي فا نون تساوي 15. طيب ممتاز، إذا معناته بنعوض في العلاقة اللي أعطاني إياها، بحصل على الزمن ومن ثم بعوض في عين، تمام. إذا حيصير 20 نون ناقص 5 نون تربيع تساوي 15، ودي 15 جوا، بصير 20 نون ناقص 5 نون تربيع ناقص 15 يساوي صفر، رتبها بصير سالب 5 نون تربيع زائد 20 نون ناقص 15 يساوي صفر، بالقسمة على سالب 5 علشان معامل نون تربيع يصير موجب 1، إذا نون تربيع ناقص 20 على 5 4 نون ناقص تقسيم ناقص موجب، و15 على 5 3، ممتاز. إذا معناته نون ناقص 1 ونون ناقص كام؟ 3، اللي بدك تحللها بطريقة المقاس، تمام. إذا معناته إما نون تساوي 1 أو نون تساوي 3، إذا معناته هتقول لي عين 1 يساوي، منعوض في السرعة 20 ناقص 10 مضروبة في 1، واضح جدا 10 متر لكل ثانية. عندما نون تساوي 3 معناته عين 3 تساوي، عوض 20 ناقص 10 ضرب 3، واضح جدا سالب 10 متر لكل ثانية. معناته شوف، لما السرعة هنا كانت موجبة معناته الجسم صاعد، لما هنا السرعة صارت سالبة معناته غير من اتجاه حركته، معناته صار هابط، تمام. هذا تفسر وتوضح معنى السالب.
ماشي الحال ان شاء الله يكون واضح وما فيش فيه اي مشكلة. الان نشوف البند الثالث مع بعض. الان بدنا نحسب المسافة التي قطعها الجسم خلال الثواني الاربعة الاولى. ماشي الحال، معناته معطيك هو نون واحد تساوي اربع ثواني، تمام؟ طيب ركز معي، لقيت لما احنا حسبنا اقصى ارتفاع قديش كان الزمن؟ تتذكره كان ثانيتين، صح ولا لا؟ اذا معناته بدك تفهم شغلة واحدة، عندما يكون ركز معايا، زمن اقصى ارتفاع اللي هو عبارة عن نون كم كانت؟ 2، اقل من نون واحد اللي اعطاني اياها 4 ثواني، معناته المسافة المقطوعة بدها تساوي، قانون احفظ وريح دماغك، هتقول لي 2 ضرب اقصى ارتفاع ناقص فا نون واحد اللي هو اعطاني اياها 4، يعني حيصير 2 ضرب اقصى ارتفاع جبناه 20، صح ولا لا؟ طيب تمام، ناقص فا نون واحد هي عبارة عن 4، تمام، اذا حيصير 20 ضرب 2 40 ناقص فا 4، عوض، هاي عوض في العلاقة، هتقول لي 20 ضرب 4 80، طيب هنا 4 تربيحها 16 ضرب 5 برضو 80، 80 ناقص 80 0، اذا معناته المسافة المقطوعة هتكون 40 متر، تمام؟ قانون سهل ومش صعب، ركز معي، نعيد كمان مرة، عندما يكون زمن اقصى ارتفاع اقل من نون واحد، اقل من الزمن اللي اعطاني علشان احسب المسافة، ركز معايا، عندما يطلب مني احسب مسافة عند زمن معين، في حالة كان الزمن اللي اعطاني اياه اقل من زمن اقصى ارتفاع ما فيش عندك مشكلة، ولكن في حالة الزمن اللي اعطاك اياه كان اكبر من زمن اقصى ارتفاع، معناته نطبق القانون هذا، يعني من الاخر زمن اقصى ارتفاع اقل من نون واحد من اللي اعطاني اياه علشان احسب المسافة، بكل بساطة طبق هذا القانون وانت مرتاح من غير اي مشكلة. بتمنى اعزائي الطلبة يكون واضح وما فيش في اي مشكلة. بالنسبة لمثال 8 من الكتاب الوزاري، قذف جسم رأسيا الى اعلى من قمة برج بحيث ان ارتفاعه عن البرج بالامتار بعد نون ثانية يعتبر العلاقة، فا نون يساوي 30 نون ناقص 5 نون تربيع. جد في عندي 3 مطالب، تمام، ما فيش اي مشكلة. اول شغلة بدي اياك يعني تكون عارف ما، يركز معايا، لما انا بكون في عندي سطح الارض بهذا الشكل، تمام، في عندي برج بهذا الشكل، تمام، الان لما بيجي بحكي لي قذف جسم الى اعلى، تمام، قذف جسم الى اعلى بهذا الشكل، طيب ماشي الحال، شوف ايش بده يصير. الان حيكون عندي انا نوعين من مسائل الابراج، النوع الاول اللي بدنا نحكي فيه الان بتجيب لي فا الصفر، تمام، عندما تكون النتيجة صفر هذا الكلام ايش حستفيد منه؟ حتستفيد منه المسافة تحسب من سطح البرج، تمام، هذا النوع الاول اللي احنا بدنا نحكي فيه. الان جيب فاء الصفر، حتقول لي 30 ضرب 0 0 و 0 تربيع 0 ضرب 5 0 0 ناقص 0، اذا النتيجة 0، اذا المسافة تحسب من سطح البرج، ماشي الحال. شو مش بده يصير؟ المطلوب الاول بقول لي ارتفاع البرج علما بان اقصى ارتفاع للجسم عن سطح الارض، طلع بدنا نجيب ارتفاع
البرج، علما بأن أقصى ارتفاع للجسم عن سطح الأرض 180 متر. طب ما فيش أي مشكلة، جيب أنت ارتفاع الجسم، يعني جيب لي أقصى ارتفاع للجسم من سطح البرج، تمام؟ جيبها بكل بساطة. إيش هتقول لي؟ عند أقصى ارتفاع عين بدها تساوي صفر، تمام. طب بدنا نجيب عين، هات نشتق الفاء، صح ولا لا؟ إذا حتصير عين نون، اشتق الفاء، 30 نون حتصير 30 ناقص 5 نون تربيع 10 نون. طيب عند أقصى ارتفاع عين تساوي صفر، إذا صفر يساوي 30 ناقص 10 نون. ودي للسالب 10 نون للطرف الأيمن، بصير 10 نون يساوي 30 بالقسمة على 10، معناته نون تساوي 3 ثواني. طيب تمام، إذا أقصى ارتفاع للجسم من سطح البرج قل لي فاء الثلاثة، تمام، هي فاء الثلاثة، إذا حيساوي، عوض، هتقول لي 30 ضرب بدل نون 3 ممتاز ناقص هي الخمسة ضرب الثلاثة تربيع 9، تمام. إذا 30 ضرب 3 90 ناقص 5 في 9 45، إذا الجواب 45 متر. هذا أقصى ارتفاع لمين؟ للجسم من سطح البرج. مش احنا اتفقنا لما يكون فاء الصفر يساوي صفر معناته المسافة تحسب من سطح البرج؟ ممتاز، إذا أقصى ارتفاع من سطح البرج 45، إذا معناته قديش ارتفاع البرج؟ طب ما هو قداك أصلا أقصى ارتفاع للجسم من سطح الأرض 180، وأقصى ارتفاع للجسم من سطح البرج 45، اعمل عملية طرح، إذا نقول لي ارتفاع البرج بده يساوي 180 ناقص 45، إذا 135 متر، وهو المطلوب الأول. الأمر بسيط بس محتاجك يعني شوية تركيز بتلاقي أمورك طيبة. طيب تمام، نشوف البند الثاني. طيب تمام، بالنسبة للبند الثاني الآن لاحظ معايا ما يلي وخليك مركز عشان الأمور تكون طيبة. شوف، بما إنه إحنا اتفقنا المسافة تحسب من سطح البرج، معناته هنا طلع شو بدي أعمل، هذا بسميه المستوى الصفري، بسميه المستوى الصفري، معناته طلع ايش بده يصير لما انا بدي ارمي او اقذف الجسم الى اعلى، معناته هنا المسافة كانت فا تساوي صفر، صح ولا لا؟ طيب ماشي الحال، شوف شو بده يصير، هلقيت طلعت لاعلى وكان اقصى ارتفاع 45، الان الجسم ايش بده ينزل، تمام. لأ لما بده ينزل الى سطح الارض شوف ايش بده يصير، طلع المسافة هتكون موجبة بينما السرعة تقل، بينما هان اول مرة المسافة هتكون موجبة والسرعة هتكون موجبة، ركز. طب الآن لما الجسم يصل إلى المستوى الصفري، هان لما الجسم يصل طلع إلى أقصى ارتفاع بعدين نزل وصل إلى المستوى الصفري، معناته المسافة صارت صفر، إذا تحت المستوى الصفري المسافة هتكون سالبة والسرعة هتكون سالبة، تمام. طيب احنا بنعرف ارتفاع البرج تحت المستوى الصفر هيو، صح ولا لا؟ 135، معناته المسافة هان ايش هتكون؟ فا نون هتساوي سالب 135 لانها تحت المستوى الصفري، تمام. ايش هو المطلوب؟ سرعة ارتطام الجسم بسطح الارض، بدنا نوجد له عين. طب ما فيش اي مشكلة، هستغل المسافة اللي هي عبارة عن سالب 135، باوجد الزمن، والزمن اللي اوجدته من عوضه في عين، يعني الامور طيبة وما فيش فيها اي مشكلة. اذا الان يلا هي العلاقة، يلي فا
نون تساوي 30 نون ناقص 5 نون تربيع. اشتقها عشان نحصل على عين، اذا عين نون تساوي ايش بدها تساوي؟ هتساوي 30 ناقص 10 نون. ممتاز. طيب اتفقنا المسافة سالب 135، اذا ارفع فا نون واكتب سالب 135 يساوي 30 نون ناقص 5 نون تربيع. انقل الطرف الايسر الى الايمن، اذا بصير 5 نون تربيع ناقص 30 نون ناقص 135 يساوي 0. بالقسم على 5، اذا نون تربيع ناقص 6 نون ناقص عندك ال 135 على 5 27. تمام، اذا معناته بدنا نحللها، نون ناقص 9 تمام ونون زائد 3. تحللها عن طريق المقاس، هتقول لي نون تربيع نون في نون. الاشاره الاولى سالب، اضرب سالب في سالب موجب، 27 9 ضرب 3، والعدد الكبير بروح على حسب إشارة الوسط، إذا التسعة هان والتلاتة هان. تمام، عندك نون في موجب 3، موجب 3 نون والسالب 9 نون، إذا الوسط سالب 6 نون، إذا التحليل صح. إذا الآن نون تساوي 9 أو نون تساوي سالب 3، طبعا هذا مرفوض لأنه الزمن ما بيجيش بالسالب، ما بينفعش. إذا بكل بساطة الآن حتقول لي سرعة الارتطام عندما عين 9 تساوي 30 ناقص 10 ضرب 9، إذا 30 ناقص 90، الجواب سالب 60 متر لكل ثانية وهو المطلوب. سهل بس محتاج تركيز، وتركز في الحاجات يعني الفنيات اللي بنحكي لكم فيها، الملاحظات هذه مهمة كتير كتير. تمام؟ إن شاء الله يكون واضح. نشوف البند الثالث. الآن بالنسبة لرقم 3 نشوف إيش طالب منا. رقم 3 بحكي لي بدنا نحسب المسافة الكلية المقطوعة خلال الثواني السبعة الأولى، يعني مديك نون واحد تساوي 7. طيب ماشي الحال. تتذكر معايا لما جبنا إحنا أقصى ارتفاع للجسم من سطح البرج مش نون كانت 3 ثواني، صح ولا لا؟ إذا معناته بدك تلاحظ معايا زمن أقصى ارتفاع اللي هو عبارة عن نون يساوي 3 أقل من نون واحد اللي معطيني إياها 7. إذا مباشرة طبق القانون الآتي، هتقول لي المسافة تساوي، طلع 2 ضرب أقصى ارتفاع ناقص فا نون واحد يساوي 2 ضرب أقصى ارتفاع. دير بالك المسافة تحسب من وين؟ من سطح البرج. إذا أقصى ارتفاع اللي مقصود هو عبارة عن 45 وليس من سطح الأرض، هنا أنا بقول لك تمام، ناقص فا مين؟ 7. الآن بكل بساطة 2 ضرب 45 90 ناقص، الآن بدك توجد فا 7، عوض قل لي فا 7 يساوي 30 ضرب 7 ناقص 5 ضرب، عندك 7 تربيع 49، هاي 0 و 3 في 7 21 ناقص 5 في 9 45، 5 في 4 20 و 4 24، اطرح 210 ناقص 245 سالب 35، اذا سالب 35. طبعا حتقول لي 90 سالب في سالب موجب و 35، اجمعهم مع بعض 125 متر. تمام؟ ان شاء الله يكون واضح وما فيش فيه اي مشكلة، وبهيك اعزائي الطلبة بنكون وصلنا لنهاية شرحنا. بتمنى بجد تكونوا استفدتم، بتمنى تتابعوا معانا وايضا تحلوا معانا، وان شاء الله بتجيبوا العلامات الكاملة. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.